يلا 1 2 3 برنامج الكارت هو برنامج حواري عفوي راح يكون، نحاول من خلاله احنا نغير طبيعة برامج الحوار اللي تكون سؤال وجواب، راح يكون نوعا ما تنقل من خلينا نقول من زاوية إلى زاوية ثانية، اللي نحاول من خلالها أن احنا نظهر للمشاهد حوار عفوي جميل سريع نوعا ما بمشاركة السوشيال ميديا وبمشاركة ضيوف الكرت اللي راح يكونوا موجودين إلى أمام الضيف الكريم الأساسي اللي راح يكون يعنا اليوم. كلنا فرحانين بعودة الإعلامي المميز بركات لقيان إن شاء الله إلى شاشة الراي في رمضان. بركات، يمكن عودكم السنين اللي طافت تشوفونا في ثيم المسابقات، هالمرة راح تكون عودتها عودة إلى البرامج الحوارية اللي احنا فاقدينها بالفترة اللي طافت عندنا في الكويت في موسم رمضان. برنامجنا لأول مرة ندمج ما بين فكرتين، فكرة المسابقات وفكرة التوك شو. خذينا تكنيك المسابقات وظفناه في برامج التوك شو. راح تشوفون توك شو منوع في ساسبنس عالي، راح يكون كل يوم الساعة 12:30 إلى 1:30 مساء. طبعا برنامجنا الرمضاني السنة الكارت مع بركات راح يكون صراحة بصمة جديدة بمجال التلفزيون، لأنه جمعنا ما بين التوك شو والمود المسابقات. الفقرة الأخيرة في البرنامج هي من قلبك، هي فقرة من القلب للقلب، يسأل بركات الضيف في شغلات غير اعتيادية. لأنه بركات هو الأفضل، أكيد برنامج الكارت مع بركات رح يكون الأفضل برمضان. تابعونا على قناة الراي في شهر رمضان، أختكم فتحية عجلان أو أمكم فتحية عجلان.